السلام عليكم شباب معكم جاد ريفن اول جديد واخيرا رجعنا لكم مع كول اوف ديوتي وفيديوهات كول اوف ديوتي في اشياء كثيره مره كثيره مره مره كثيره ودي اسويها بس خلينا نبتدي حبه حبه وان شاء الله نوصل الى الأشياء اللي ابي اوصل بالضبط فنبتدي معكم كول اوف ديوتي واول فيديو اللي في بلاك اوبس 3 ونقول بسم الله طبعا هذا الفيديو راح اتكلم معكم عن افضل كلاس تقدر تستخدمه في بدايه ما تلعب وكلاس دعس يا حبيبي الكلاس دع زي ما تشوفوا قدامكم بس امشي في ديموليشن حبيبي اللي قدامك يموت على طول فخلينا نبتدي معكم في الكلاس ونعطيكم شنو افضل شيء فيه والسلاح اليوم راح يكون معانا السلاح سب ماشين اسمه في ام بي طبعا زي ما تشوفوا قدامكم على الشاشه الحين هذا سب ماشين طبعا ما يطول حق تفتح توقع تلعب كلاس كم جيم تقتل كم واحد ويطلع لك ما يطول يعني في بدايه البرستيج مره بدايته فهذا سبب اللي خلاني اختار هذا السلاح طبعا تحتاج معاه اثنين اتاشمنت الفور جريب والكويك درو طبعا السلاح سب ماشين معروف السب ماشين دائما تستخدم مسافات قريبه لا تحاول تتحدى حد من بعيد حاول تدرعم فيهم في النص شوفوا عاده انا احاول اقرب للعدو اقدر ما أك... يعني احاول اقرب اكثر شيء له واقتله لان كل ما قربت الفايده لي اكثر لان السب ماشين معروف مسافات قريبه ما هو مسافات بعيده ومن قريب يا حبيبي ملتينج بيبل ما... اللي قدامك يموت, يموت يموت ما في تفاهم يا حبيبي فطبعا السلاح فيه شويه ريكويل ف حق الدرعم تحتاج كويك وتصوب بس بسرعه والفور بيخلي السلاح شوي ثابت يمديك تتحكم فيه اذا كان من مسافه متوسطه ويعطيك ايم افضل فهذا الاتاشمنت اللي حطيت عليهم والشيء الثاني راح نحتاجه في السلاح راح نحتاج جرنيد وراح نحتاج كونكشن طبعا سكندري ما في اي شيء ما في اي سكندري لا تحط ولا شيء في السكندري ما تحتاجه ابدا حط ليت الجرنيد تحتاج الجرنيد خاصه لتلعب تلعب اوبجكتيف والكونكشن شيء قوي في بلاك اوبس يا عيال بالنسبه لي اهم من الجرنيد الستان او الكونكشن زي ما يسمونها شيء جبار من جد شيء جبار تفيدك بشكل كبير يمدك حتى تقتل اثنين ثلاثه من سور الكنكشن فخليكم مع الكونكشن وصدقوني ما راح تندمون وحننتقل معاكم إلى البركات وأحاول أشرح لكم إياهم بالتفصيل. طبعًا البرك الأول راح يكون معانا افتر برنر، طبعًا افتر برنر شنو يسوي؟ يمديك تعطيك ثرست جامب أو البوست وتعبيه سريع، يعني يمديك تسوي داش جامب ويعبيه سريع وتعطيه داش ثاني، ممتاز حق درعمه. طبعًا ليش ما استخدمت السكس سنس أو الحاسة السادسة؟ سكس سنس أي سكس المهم الحاسة السادسة ليش ما استخدمته؟ احيانا تبهدل اذا تقرب وانت تدرعم تشوف الماب كله احمر فوق يمين يسار فحس شوي قروشه اذا تلعب دوميليشن مثلا ولا تبغى تدعس في تحس شوي قروشه فخليت هذا احسن بالنسبه لي يمديني اهرب احيانا يمديني انط فوق اسوي اشياء خرافيه في الجو وبهذا البرك فاذا انت ما تحس تحتاج هذا افتر برنر استخدم السكسنس انصحك فيه ثاني يعني خيار ثاني وطبعا النوع الثاني البركات راح نستخدم الفاست هاند او في اي ساند اسمها طبعا فائده الفاست تقدر تبدل اسلحه سريع بس مو السبب اللي خلاني استخدمه السبب الثاني انه تقدر تصوب بعد ما تجري بسرعه هذا اهم شيء لان اذا تحتاج سب ماشين جان تبغى تدعس لازم تكون سريع وهذا واحد من اهم البركات والبرك اللي وراه او اللي تحته راح يكون هارد واير طبعا السبب اللي خليني استخدم هاي واير انك اذا اغلب الناس تلعب بالسكسنس وتستخدم وتشيك ما فوق اذا حد عبر يمين يسار وتنصاد وتتلطخ سريع فاذا استخدمت هذا الهارد واير يخفف انه يصيدونك بهذاك البرك فيعني حق تتجنب تشبه الجوست بس مو جوست بالضبط يعني تبين في الرادار مو ما تبين بس اذا احد استخدم البرك سينسنس او الحاسه السادسه ما تبين عنده او يخف شوية بشكل مو شوي بشكل كبير ويمديك تدعسهم وتدرعم فيهم لان عاده ما استخدم سبريسر في الدعس او في الدرعمه فهذا الاسلوب اللي استخدمه والبرك الاخير راح يكون معانا جنهو جنهو استفيد من شيئين اذا جريت اول ما اوقف جري الجهاز يكون الجهاز السلاح يكون جاهز حق اطلق وهذا شيء مهم حق تدعس لانك اذا طلقت قبل اللي قدامك الافضليه راح تكون لك وهذه كول اوف ديوتي والشيء الثاني يمديك ترمي جرنيد وستن جرنيد وانت جري بدون ما توقف هذا الشيء اللي يفيد بشكل كبير فهذا البركات شباب اللي استخدمته فيه جرب السلاح وعطني رايك وجرب الكلاس وشوف شنو يستفيد اذا عجبك وحاب تشوف فيديوهات اكثر كذا عن كلاسات أشرحكم لكم اياها بالتفصيل عطني رايك في الكومنت تحت واذا تبي في بالك اعطني في الكومنت تحت وان شاء الله راح اسوي طبعا فيديوهات كل فيديو الفتره الجايه هذه راح تخرج القناه وبشكل كبير يوم او بشكل يومي ان شاء الله فيديو لفيديوين بشكل يومي وان شاء الله ما اقصر معاكم لان الفتره اللي راحت يعني مستوى القناه نزل بشكل كبير بس كان شيء خارج عن ارادتي كانت شوي مواعيد مستشفيات في عندي كذا مخالفه مع الحكومه المهم عور راس مشاوير طويله ما بدخل في التفاصيل الحين ف اتمنى شباب عجبكم الفيديو اذا حابين تعرفون شيء بالضبط طبعا راح العب زومبي زومبي هذا شيء سلفه ثاني زومبي عشق ثاني هذا الزومبي راح اتكلم عنه في فيديو الثاني اكيد راح اسوي شرح حل الغاز كل شيء راح تشوفون ان شاء الله في القناه الفتره الجايه اتمنى شباب عجبكم الفيديو لا تنسوا الشير لايك وسبسكرايب اشوفكم على الفيديو الجاي سلام عليكم